أما بعد عباد الله، في هذه الأيام المباركة يتجه المسلمون إلى بيت الله عز وجل لأداء فريضة الحج، وهو أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وإن شاء الله نقف في هذه الخطبة مع آيات من سورة الحج. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الآيات من سورة الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وإذ أرشدنا إبراهيم إلى مكان البيت وأذن الله له به وأذن الله له أن يبني بيته الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأذن الله له أن يبني البيت الحرام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه تقريع وتوبيخ للمشركين من قريش الذين أشركوا بالله عز وجل في هذه البقعة المباركة التي أسست على توحيد الله عز وجل. مجرد ما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت وأرشده إلى مكان البيت، قال له: ألا تشرك بي شيئا، أي أسس هذا البيت على توحيد الله عز وجل. عشان كده الحجاج لما يشرعوا في التلبية بيقولوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما يجوا يصلوا بيقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن للأسف الشديد ما بيطبقوا الكلام ده، لا شريك لك دي ما بيطبقوها، والحج قائم على التوحيد. مجرد ما اجوا مارقين ماشيين الحج واجوا الصالة بتاعة المغادرة تلقى المسجلات شغالة، مداي شركية كفرية ما أنزل الله بها من سلطان، شرك تقيل. إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، غير من المدائن. وبعد ذاك امشوا بيت الله، في بيت الله تلقاه يدعو غير الله، تلقى الشيعة طايفين بالبيت، أي زول عنده إله بيدعو براو، تلقاهم شغالين: يا علي يا علي يا حسين يا فاطمة، ديل الشيعة بجنبها. يجوب المصريين عندهم البدوي، يا البدوي، يدعو مع الله عز وجل في بيت الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في البيت الحرام يدعو غير الله. يجيب أهلنا السودانيين، ديل عندهم ناس كتار، ناس الشرك عندهم إله براو، سيدي فلان وسيدي فلان، وناس الغرب عندهم إله براون، البرعي ومين، وناس الشرق، ناس لا 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 الجنوب عندهم إله براون،
المكاشي وغيره يعبدون مع الله عز وجل. وربنا يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي أي اجعله خالصا لهؤلاء، كما قال ابن كثير: اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. وذكر الطواف، قال: للطائفين والقائمين. والطواف معروف، الطواف في البيت، وهو من أجل العبادات في البيت الحرام. وقال ابن كثير: ولا يجوز في كلام معناه: ولا يجوز الطواف في بقعة من الأرض سوى الكعبة. يعني ما بجوز لك تطوف بحتة في الأرض إلا بالكعبة. والليلة تجد مغابرنا مجهزين محل الطواف، جباب، تلقى الناس كلها مدفونة في قبور واحدة، إلا في واحد بتلقاه مفندر قايم فوق عامل له ضريح. قالوا: الزول ده ولي. طيب بيعملوا شنو؟ بيطوفوا. ربنا يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يجوز الطواف إلا ببيت الله عز وجل. قال: والقائمين. والمقصود بالقائمين القيام للصلاة، لأنه قال: والقائمين والركع السجود. وقرن الله عز وجل الطواف مع الصلاة في هذه الآية، لأن الطواف يكون في الكعبة، ولأن الصلاة تكون على الكعبة في الغالب، إلا في حالات معينة: صلاة الخوف أو صلاة النافلة في الراحلة وغيرها. قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي أدعو الناس إلى الحج، إلى حج بيت الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم، وعلى كل ضامر، أي على البعير أو راكبون. يأتين من كل فج عميق، الفج الطريق، وعميق الأمكنة أو المكان البعيد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الحج وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليشهدوا منافع لهم، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: منافع الدنيا والآخرة، أما الآخرة فرضوان الله عز وجل، وأما الدنيا فالتجارة والذبائح وغيرها من منافع الدنيا. وليشهدوا منافع لهم، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والليلة أول يوم في ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن من هذه.
قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. وأقسم الله عز وجل قال والفجر وليال عشر. واختلف أهل العلم هل أفضل الأيام العشر من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ قال بعضهم العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، وقال بعضهم الأوائل من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وجمع بعضهم بين النصوص فقالوا أفضل العشر الأواخر من رمضان في الليالي لأن فيها ليلة القدر، وفي الأيام أيام العشر من ذي الحجة لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام مقصود بها الإبل والبغر والضأن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا الحج وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.